أطلقت وزارة الإسكان أولى مشاريع برنامج إسكاني جديد لتطوير الوحدات السكنية على الأراضي المملوكة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص. ويتضمن البرنامج بناء 132 وحدة سكنية جديدة على أراض حكومية بمنطقة اللوزي، إذ تسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تطوير حزمة من الأراضي في عدة مناطق مختلفة بالمملكة، وصولا لبناء 15,000 وحدة سكنية على مدى 10 سنوات. ضمن مبادرات وزارة الإسكان لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع برنامج السكن الاجتماعي، أطلقت الوزارة مشروعها الرائد، والذي سيشكل نقلة نوعية على صعيد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، على أن يكون مشروع اللوزي نقطة الانطلاق. البرنامج هو تطوير الأراضي الحكومية التابعة للدولة ليتم بنائها من قبل المطورين العقاريين. طبعا الهدف من التعاون مع القطاع الخاص هو زيادة وتيرة العمل، زيادة إنتاج الوحدات السكنية، وأيضا تأسيس شراكات استراتيجية مع طرف جدا مهم اللي هو القطاع الخاص. راح نحقق إن شاء الله زخم في عدد الوحدات من خلال أن الدولة توفر الأراضي المؤهلة بالبنية التحتية للقطاع الخاص وبأسعار يعني تكون مريحة ومربحة حق الجميع، ومن خلال هذه إن شاء الله عدد الوحدات راح تزيد، ولكن أيضا نتمنى أن أسعار الوحدات تكون في متناول الشريحة المستهدفة. تأتي فكرة الشراكة مع القطاع الخاص لتستكمل المسيرات التي بدأتها الوزارة مع مشروع مزايا، خصوصا وإن هذا المشروع الجديد يساهم في فتح المجال أمام الراغبين في الحصول على الخدمات الإسكانية الفورية التي توفرها الوزارة. كمطورين عقاريين بحرينيين يهمنا تقليص قوائم الانتظار في مملكة البحرين للراقبين في السكن الراقي اللي يليق بالمواطن البحريني، فالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة أمر نسعي له من زمان. وجود مثل هذه الفرص القيمة منها البرنامج الرائع اللي تم تدشينه اليوم، وكذلك من قبله برنامج مزايا والقروض الإسكانية التي تمنح من بنك الإسكان، كلها تصب في الأول والأخير لمصلحة المواطن البحريني. فدورنا كمطورين عقاريين أن نوفر هذه المساكن بالمعايير اللي تليق بالمواطن وتساهم في إيجاد عرض يغطي هذه الطلبات الكبيرة الموجودة. يذكر أن البرنامج التي أطلقته وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك الإسكان يقوم على التعاقد مع شركات التطوير العقاري لبناء مشاريع إسكانية على أرض مملوكة للدولة، على أن يتم بيع تلك الوحدات على المواطنين من ذوي الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار من خلال الحصول على تمويل إسكاني من أحد البرامج التي تطرحها الوزارة. هذا البرنامج وبما يطرحه من خيارات متنوعة ومتميزة أمام المواطنين سيشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة من وزارة الإسكان للمدرجين على قوائمها، خصوصا وأنه يعد خطوة متقدمة في مجال التعاون بين القطاعين العام والخاص. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.